بمباراة شرطة الكيني، وكيف تلقي بظلالها الفوز ذهابا وإيابا على سوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة. يعني خلينا نقول ان مباراه البوليس الكيني هي مباراه كانت بتلعب دايما في دور 32 في بدايه اي موسم، احنا كنا بنتفرج عليها علشان دايما كنا بنستنى الصفقات الجديده، بنستنى مشاركه جديده، ومش متوقع منها اكتر من ان انت تحقق فيها الفوز. صحيح. خصوصا ان كان فيها حاجه ايجابيه ان احنا لاول مره من فتره طويله ان احنا نفوز بره ارض، ودي كانت حاجه كويسه. تفادينا مشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت مع ارتا سولار، ان احنا وحمى البدايات بالظبط كده، ان احنا كنا اجريسيف بقى، احنا عايزين نفوز مش عايزين نكرر الموقف ده تاني. صحيح. فوزنا هناك، فوزنا هنا، دي من الامور الجيده جدا ان احنا عملناها. خلاص اتحققت غرض المباراه دي، يمكن المباراه دي الحاجه الوحيده اللي هي بتمثل عبئها ان وراها السوبر، هي دي المشكله. يعني احنا لو النهارده لو بنتكلم على المباراه دي بدون اي اعباء، هنقول مباراه وبدايه الموسم وطبيعي واللياقه البدنيه والكلام ده، الكلاشيهات اللي احنا بنقولها طبيعي في بدايه اي موسم. حقيقي فعلا ان المباراه لا تستاهل، يعني مش محتاجه ان نفضل نحللها كرويا كتيرا ونفضل نديها اهميه كبيره، بقدر احنا حققنا المراد فيها، حققنا الفوز، وصلنا لدور المجموعات دور ال 16 اللي هو الغايه الاهم. لكن يمكن سوء الحظ فيها ان انت بدايه موسم تلتقي بها بعد مباراه سوبر، وخصوصا مع عدم انتظام جدول الدوري اللي بيعاني بقاله فتره، ده اللي خلى المباراه هي اللي عليها سبوت، او هو اللي خلى الناس ممكن ما بين القيله والقال. لكن لو حابب نتكلم على طول في حديثا بالامور الفنيه، ابتدي معاك خطوه خطوه. مباراة الذهاب ما كانتش أفضل حاجة، وقتلنا الموضوع بحثا واتكلمنا في الهفوات الدفاعية. يمكن كمان لو شفنا البريس كونفرنس أو الانترفيوز بتاع جوزيه جوميز هتلاقيه الراجل بيعترف بوجود بعض الهفوات الدفاعية، وقدر إن هو يصحح الأمور بعض الشيء في مباراة الإياب اللي كانت موجودة في استاد القاهرة. أوكي. بعض الناس ممكن ما تبقاش واخدة بالها برضو إن الظروف اللي بيلعب بيها نادي الزمالك هي ظروف استثنائية. حديثا بالفول باكس، بتتكلم إن عمر جابر بيلعب باك ليفت وشحاتة باك رايت. مزبوط. هنا أنت بتفتقد لعنصرين هامين جدا، نص الملعب شحاتة مش موجود كفردة أو كركيزة أساسية لنادي الزمالك في البوكس تو بوكس. أوكي. والجبهة اليمنى طبعا بتفتقد لعمر جابر، وبرضو بينتقص من قدراته في حين وجوده في مركز الباك ليفت. طيب خلينا نتكلم على الإيجابيات بتاعت الموسم ده. نعم. في بدايته وإيجابيات المباراة. ماشي. قبل ما تستفيد في الأمور الفنية. يعني ماشي. الأمور أولا الإيجابي في الموضوع إن إحنا السنة دي اللي بدأ الموسم هو جوميز، اللي هو أنهى الموسم، ودي حاجات في الزمالك ساعات كتير ما بتحصلش. يمكن آخرها فيريرا، وكان يمكن بداية الموسم اللي بعديه بعد كان سوبر لوسيل كان هو اللي اختار الصفقات. الراجل قيل بعد كده إن هو ما كانش بيختار الصفقات، السنة دي جوميز هو اللي مشارك في اختيار الصفقات، فده شيء إيجابي. الحاجة التانية إن في تدعيمات، واكتسب خبرات إفريقية. مظبوط. تدعيمات إلى حد ما منطقية جدا، مقبولة جدا عشان نعوض، لكن لسه لازال منتظرين مركزين أو ثلاثة. لكن دلوقتي عندنا مظبوط عندنا صفقات دلوقتي نقدر نخش بها مباراة السوبر، وأتمنى استغلالها بشكل كويس. مباراة امبارح الإجابات اللي فيها اللي أنا عايز أقول فيها إن إحنا رجعنا تاني نشوط من بره، دي كانت أهم نقطة أنا كنت شايفها في المباراة. بقينا فترة كبيرة جدا عندنا لعيبة بتصنف إن هم لعيبة بيسددوا بشكل كويس، منهم زيزو، منهم عبد الله السعيد، دونجا امبارح جرب حظه في كذا كورة، بالتالي إحنا رجعنا نستخدم سلاح إحنا حتى في مباراة القمة يا أحمد بقينا فترة كتيرة ما بنستخدموش. بالتالي اللعيبة لو خدت بالك حتى ما بتشوطش بشكل عشوائي، الكور كانت رايحة ناحية أون تارجت، وده كان شيء إيجابي. يعني قد تكون توجيهات بشكل، وقد يكون في شيء فردي، لكن ايا كان توجيهات او شيء فردي، تم تصحيح هذه الامور. اللعيبه بدات تعمل ده، وده سلاح انت لازم تستخدمه في مباراه القمه، لانك انت عندك لعيبه تقدر تشوط الكوره. اي نعم يا رب دايما بتيجي في العارضه، بس اتمنى يعني ما تجيش المباراه. عبد الله ودونجا وشحاته. الحاجه الثانيه ان عمر جابر، رغم ان انت قلت ان هو بيلعب في مكان غير مكانه، لكن عمر جابر انا كنت واحد من الناس منتقدينه جدا، ما كنتش حابب ان عمر جابر يرجع، لكن اللي بيقدمه عمر جابر من نهايه من بدايه النص الثاني من الموسم اللي فات الى الان، لا عمر جابر رجع ان هو يبقى اضافه، وترجع ان انت النهارده حتى مظبوط، حتى لو انت النهارده بتقول مين يلعب باك شمال، خلاص بقيت تحط عمر جابر كاسم مطروح، وده اللي عمله في الذهاب والاياب. والكوره اللي هي المخرج بيرد عليك على طول، الكوره من مظبوط كده، يعني الكوره دي من بدايتها خالص لو حتى كنا عدناها مظبوط، وهو كده اتمرن. يعني عمر جابر القصه كلها في كابتن عمر جابر ان هو قدر يشوف ايه السلبيات. يمكن هو الراجل عمر جابر يمكن برضو خلي بالك بقى معاه تيم يشجعه ان هو يهتم بالحاجات الصغيره. اولا احنا شفنا عمر جابر ده بدا يدخل صاله الجيم، يهتم جدا بالفكره الناحيه البدنيه والقوه العضليه، ودي مهمه جدا لاي لعيب، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو النهارده لما يلعب كوره
بشماله بهذا الاتقان، ده معناه ان هو بدا يتمرن على هذا اللعب، لانه عشان عارف ان نادي الزمالك في احتياج فني ليه في هذه الجزئيه. ولو هو راح حتى في اليمين يا احمد، تحليل رائع في الحقيقه، ما عرفش يجيبها يمينه وشوطها يرفعها بيمينه على طول، هيقدر يجيبها شماله ويقدر يرفعها. فدي النقطتين الايجابيتين، ظهور عمر جابر بشكل كويس جدا، حفاظ طبعا المسلوسي على مستواه اللي هو دايما مبهر، زيزو يحط جون عشان يزود حصيلته الافريقيه، زيزو دايما بتستناه في الميعاد، عبد الله السعيد حاجه كويسه جدا. طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتناولها، مش عايزين نسميها سلبيات ولكن يجب ان ينتبه ليها الزمالك والزملكاويه ومستر جوميز ومحمد علاء صديقي الشخصي في تحليل اداء علاء عطا وهمسه عتاب في اذن جوزيه جوميز؟ مظبوط، مش عتاب، اصل هقول لك حاجه، هو انا النهارده محمد علاء صديقي الشخصي يعني وزميلي، وهو محلل اداء نادي الزمالك، ده هو الراجل اللي هو بيقول لكابتن مستر جوميز ادي اللي حصل في المباراه وادي الاخطاء اللي حصلت من بعض التمركزات، لان ممكن الراجل نفسه ممكن يكون مدي توجيهات بشكل معين وتطبق بشكل معين. خلينا نقول ان احنا عندنا المشكله اللي انت بدات بيها يا احمد، اللي انت النهارده بتلاعب لعيبه في غير مراكزها، فمحمد شحاته حتى كان ممكن نقول المباراه الاولانيه لم يجيد في المركز، رغم ان هو اجاد في نهايه الموسم السنه اللي فاتت، ولكن المباراه كانت اوت اوف مود، يعني المباراه ما كانتش احسن حاجه، فادى المباراه بشكل مش احسن حاجه. المباراه امبارح كان دفاعيا متمركز كويس جدا، هو ما كانش بيتقدم هجوميا، وبالتالي اثقل على زيزو ان هو يبقى وحيدا على الخط بطول الحته دي، في حين مثلا عمر جابر كان بيساند هجوميا، بما ان الراجل عنده حساسيه للمركز ده، عكس شحاته ما عندوش حساسيه قوي لحته انه يلعب باك. وبالتالي لما انت النهارده كان في بعض الاحيان كنت ممكن، يعني احنا كزمالك عندنا مشكله في الناحيه الشمال، فانت عندك دلوقتي عنصرين حاليا في انتظار الفرصه الحقيقيه في مباراه السوبر، ومحمد حمدي. لا انا محمد حمدي وبنتاج وبنتاج عفوا بنتاج هو بس كونراد من الناس احنا متحمسين نشوفه، انا واحد من الناس جدا ومتاكد تماما ان كونراد لو هو حاجتين، يعني خلينا نقول لو هو الراجل، عشان ما نحرقش الاسئله انا هسيبك تستفيد في الجزئيه الفنيه وبعد كده هنروح للصفقات. كونراد خلاص تمام اوكي. انا شايف اللي حصل امبارح ان احنا كنا نبالغ في فكره تحضير الهجمه الغير مثمر. يعني ايه؟ يعني انا النهارده فكره جوميز دايما يحب على الاستحواذ. ايوه.